قصاصات قصاصات مع فؤاد بوشهري. اليوم حديثنا عن قصة حب، هي أجمل قصص حب التاريخ. قصة حب مكتملة الجوانب، بدأت المشاعر قبل الزواج، ومن وجهة نظري أن الحب قبل الزواج كشعور وقبول وإعجاب أمر جميل وحلال. الحرام لما يتحول الشعور إلى سلوك خاطئ. القصة تتكلم عن شاب بغاية الجمال والوسامة، خلق ومكان اجتماعية، ومقبل على الحياة بعمل الخاص. أعجبت فيه السيدة الأولى بالدولة، ولكن الإشكالية إنها أكبر منه بالسن، وهو شاب لم يسبق له الزواج، وهي سبق أن تزوجت ولها أولاد، ولكن الحب أكبر وأعظم من كل الظروف. لكن الأدب والحياء عند هذه المرأة منعها من الإعلان عن حبها وعن مشاعرها لهذا الرجل، فهل تطلب الزواج من شاب يصغرها بالسن وهي التي ردت كبار قومها حسب وشرف ومكانة؟ لكن هذه المرة ما يتميز به هذا الشاب مع كل ما يتميز به من أخلاق جميلة ومكان اجتماعية مرموقة، قل من الرجال أن يتصف بهذه الأمور، هو وجود هذه المشاعر التي بدأت تدق قلب هذه المرأة. ذكاء حواء لم يمنعها من الوصول لغايتها، وتستطيع حواء اليوم أن تأخذ كل ما تريد من آدم بأنوثتها وذكائها. أرسلت هذه السيدة صديقة لها لتتأكد من رغبة الشاب بالزواج من السيدة الأولى في المجتمع، فتبين أن الشاب كان يبادل السيدة نفس العواطف والمشاعر، ولكن الفوارق المادية كانت تعيقة للتقدم للزواج. فتم الزواج من أكبرها واسمنها محمد الهاشمي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. الحب هو أساس السعادة الزوجية. الحب بين المرأة والرجل هو الأمر الذي يعطي قيمة للأمور اللي ما لها قيمة، وتشعر بالسعادة من الأمور العادية اللي ما تسعد الإنسان. الحب رزق، ومو كل إنسان يرزق هذا الحب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن السيدة خديجة: إن الله رزقني حبها. لا سعادة زوجية إلا بالحب، فهي سعادة ما بعدها سعادة. ومن يرزق هذا الحب فليحافظ على هذه النعمة، فالنعمة زوالة، وليحافظ على هذا الحب من عيون الناس، فإن كل ذي نعمة محسود. المحب يغض الطرف عن أخطاء وزلات المحبوب، والمحب عند استعداد يتنازل عن أمور كثيرة من أجل من يحب. ولو حدث الزعل فالزوجين يتسابقون من يبدأ بالاعتذار للآخر، وأكثر من هذه الأمور لو كان هناك حب. ولو غاب الزوجين عن عيون بعض فالحب هو حاجز ووقاية من الوقوع بالخطأ، لأن القلب دائما يتذكر من يحب. الزواج بإطار الحب هو الأنس والحنان، ولكل من تجد الأنس بجمعة البنات أو الذهاب إلى السوق فهي أكيد ما دخلت جنة السعادة الزوجية. ولكل من يجد السعادة بالعمل أو السفر أو الديوانية مع الربع فقد ضيع مكان السعادة بالتأكيد. قصاصات قصاصات مع فؤاد بوشهري.